مزيكا فم تبع الموجة. هي اللي جاتنا ماهيش ملاحظة ماهيش تليفون، هي ممثلة حبوها برشا جماعة اللي كانوا وزملائنا الصحفيين اللي كانوا يختاروا في أحسن الأعمال وحطوها في أكثر من فئة. نستقبل بكل حب الممثلة التونسية مريم بن شعبان. صحة شريفتك ومرحبا بك على موزايكا فام. صحة شريفتك هادي عايش. رمضان مبروك ساعة ورمضان مبروك على تونس الكل. أول مرة نشوفوك في برنامج في الإذاعة دونك وأخيرا هذا ديجا اعتراف أنه أنت معناتها تستحق أنك تقعد على كرسي قدام ميكرو عايش. على خطر الدور نتاعك عجب برشا ناس. خلينا نقول لك ساعة ونذكر شنو اللي صار في الساعة الأولى. في الساعة الأولى اخترنا واختارت لجنة التحكيم اللي ضمت نخبة من أهم الإعلاميين في تونس وأهم المخرجين، المنصف بن عمر، إبراهيم الطيف، لطفي العميري، حسن بن أحمد، المنصف ذويب وسميرة الدامي، اختاروا أحسن الأعمال وأحسن الوجوه التلفزية والناس باش يصوتوا بالإنترنت وإلا بالإس إم إس. أنت موجودة نوميني في نجم رمضان أحسن فنانة وموجودة أفضل وجه جديد. وراء مريم بن شعبان تتخبى طفلة مغرومة برشا من اللي هي صغيرة بالفن بصفة عامة، معناتها مغرومة بالمسرح، مغرومة بالفن، بنت السوربون في تونس، بديت في العمران مع فرقة المسرح معهد النموذج للفنون، خدمت في باريس، وأخيرا نلقاوك في عمل درامي تلفزي ونلقاوك موجودة في إطار مسلسل مكتوب ثلاثة. أنت قبل عملت كاستينج ومكتوب ثلاثة، نجاحك في كاستينج هو اللي هزك المكتوب ثلاثة؟ والله je pense que c'est plutôt un coup de foudre professionnel entre un réalisateur et un jeune talent. Donc c'est une collaboration qui a commencé avec casting ou toi cela fait tout clair. Voilà, donc في كاستينغ الناس قالوا انت باهيه لكن فالي مكتوب باش الناس بالحق تقف وتقول احنا قدام كما قالوا جماعه لجنه التحكيم قدام فنانه تنجم تكون نجمه كبيره، اختاروك احسن وجه معناتها ونجم رمضان. Donc la question. La question. معناتها اللي انت معناتها معناتها سي غراس المكتوب، معناتها نجاح مكتوب هو اللي يخليك تبرز بالشكل هذا. والله ما نكذبش عليك ما زلت ماني شويه جيت على فلوكه غنيه. الحمد لله الحمد لله. دايوغ فما حاجه لازم نقولها، اللي احنا سنين كنا خايفين برشا، معناها سامي كي كلمني على رول شيكر فيك الحمد لله معناها ياسر مهتم بمصلحتي توسا اون افي بور. قال لي يا مريم راهو البيرسوناج اكبر منك في العمر برشا، واحنا نجحنا في كاستينج معناها في الـ في الـ في الـ معناها لو شوا اي لا تيت دومبلوا في رول دورا المنور. واما كيفاش معناها انا خايف لان معناها نكسر لك كرايمك في عوض ما نمفعك تو سا. دونك است كو تو بونس كو تو بو ايسيي دو اي اون افير ان سي كاميرا دايور سيتي با غاني سيتي با دي ك سا الي مو اتر مو كي الي جوي لو رول يا اخي. قلت له تعال نصحفك. دونك مشيت بالفات شعري بالاسفري تو سا بور فير عملت عمر موش عمرك وسمنت. قال لي نحبك تاخو برشا بوا. D'ailleurs, في casting, j'ai perdu du poids parce que je sortais d'une opération. J'ai été opérée d'une hernie discale, donc j'avais passé 4 mois au lit. قبل casting. زدت من كيلو للدور هذا؟ Je pense que facile, il y en a pour 6-7 kilos. Voilà, donc اللي جاب حذاك راجلك. Donc, chèque راجلي في الفيكسيون. باش ما يغيرش راجلي في الدنيا، d'ailleurs, je l'embrasse. صحة شريبتك، صحة شريبتك سي ناجح. يعطيك الصحة حكيم بو مسعودي. فوالا، دونك سي ناجح الناس الكل نتصور في الشارع يعيطوا لك ناجح نو؟ كعبات اي وي. كعبات؟ التونسي اللي مازال ما يفصلش ما بين المسلسل والدنيا، كيفاش تتعامل معاه؟ والله توسع بالك معاه سي تو باش توضح امور هذاك مش هو واش الشخصيه اللي تعمل فيها راي من الدنيا معناها من الدنيا دون لو سونس اللي راهو مثلوا في عباد اخرين مش احنا. شكونك شكون يتخبى وراء التصويره هذه؟ برشا ناس ما تعرفكش، برشا ناس ما شافوكش قبل، ما يتذكروش تصور قبل. حكي بو مسعودي دونك اللي خدمته هلوله وسلومه في مع ابراهيم الطيف سيت كوم. ولد الطليان مع نجيب القاضي كلكو كور ميتراج و بارتيسيباسيون في دوتر برودكسيون اترانجير. نفس السؤال جيت على ركبت على برودوي اللي هو ناجح بالكدا دونك تتصور انه هذا هو دور حياتك بالنسبه لك انت؟
ما نعرفش على استغفار خاطر فما موضوع يظهر لي حساس شويه وانا معناها اوتون كو ميليتانت aussi dans le milieu artistique j'aimerais bien en parler. انا حكيم وقت اللي عطاني زاد المسؤوليه سامي عامين التالي باش وقت اللي حكينا معناها كيفاش نعملوا كاستينغ وشنو ما ايفونتوالمون لي كوميديان كي pourraient jouer il était venu caster pour participer في كاستينغ وي نافي با لا تيت دو لامبلوا سوف كو بون انا ياسر نمشي نتفرج في لي فيستيفال وفي الافلام وفي لي كور ميتراج وتو سا اي سي ان تالون كو جافي روبيري ميم سي لي با فورسيمون فورمي تكنيكمون اي جو تروف كو من الممثلين التوانسه اللي ظلموا بار اون اتيكيت ا سافوار هو تحرق شويه في البوبليسيتي خاطر الناس كل استنست بيه في الكوميك وفي السيت كوم وتو سا سوف كي لا بو بروفي دون دي برودكسيون اترانجير كي ليتي كابابل دو فير بوكو ميو مي مالوروزمون ا بار اجوردي سي مي فاي بيرسون نا يو لا بريزونس ديسبري باش يجيبو في كاتيجوري نتاع لاب مش هي الكاتيجوري اللي مستنسين بها لقيت صعوبه باش تخدم حاجه في العاده مختلفه برشا على الشيء اللي مستنس تقدمه قبل حكيم لا والله لا ما لقيتش صعوبه كبيره مي اللي خدمته توتالمون ديفيرون على اللي خدمته قبل بون اللي خدمته اللي خدمته الناس الكل تتذكر لاكس نتاعك سي لاكس نتاع المشاعر ليموسيون ورا الحبس البيرسوناج مع بياسر بالليزيموسيون لي سنتيمون وتطلب تونسي تقول له شنو الفنان الممثل المهم هو اللي يبكي بالقدا واللي يظهر لك مشاعر نتاعو بالقدا كيف بده جوستيفيه اي سي با اونيكمون سا خاطر وقتاش معناتها شاكره العباد عرفوا قالوا تيان هذه مريم بن شعبان مرا مهمه برشا ممثله غوله قالوا وقت اللي مثلت وقت اللي ماتت بنتك وكل الحزن الكبير اللي عملته على خاطر عشت لحظه وفاه بنتك والله انا ما نكذبش عليك جو نرياليز با انكور لو فينومين كي اون تران دو سو برودوير ا ليكستيريور مي عندي فان اون باج اوفيسيال اون باج فان كي ايت اوفيرت دوبي كاستينغ ودونك سي لا كجو تات لو بو معناها دو بوبليك من معناها من الحلقات الاولانيين ديجا يافي دي روتور بار رابور ا اون سيرتين سوبريتي دو جو اون سيرتين سبونتانيتي بيان سور من بعد كي تبدا عندنا سيكونس قوي ان درام كو سوا دون لو رير او دون لي لارم سا ان امباكت بوكو بلو غران parce que les gens ont tendance à être impressionnés par ces moments-là. Je pense qu'on a réussi le tir, mais voilà. Hakim, وقعت التركيز عليكم بالقدا معناتها في الجزء الثالث هذا معناتها خذيتوا حظ كبير معناتها ساعات حتى ناس يقول لك سيبها العائلة هذه قديش دمرها المخرج معناتها حسيت بهذا عند الناس ولا لا؟ حسيت شو يقولوا لك الناس؟ والله تيلمون توشون اللي سيبهم معناها أموان نهار يتفرهدوا فيه فهمت شو يقولوا لي لعبت يقول لي سي تخو معناها انت كيف قريت السيناريو شنو لقيت شنو اللي شدك في الشخصيه هذه شخصيه ناجح لاكس الكل نتاع العائله هو اللي شد حسيتوا ينجم الناس ما تقبلوش من الاول على خاطر تعودوا على نجوم اخرين في مكتوب اللي هما دالي والعائله عائله الناجي والا مثلا العائله نتاع سي عبد الحق ولا غيرهم والله هو سايتي توجور لو كاك تبدا حاجه جديده مش فاسيلمون يقبلوها العباد سورتو كي يبداو فيها حاجات شوكانت معناها انتر غيمي شوكانت مي هذاك هو الموجود مادامك حكيت على شوكانت وما هي شوكانت برشا ناس خاطر قالوا لي شوكانت قالوا لك خاطر قالوا شوكانت انت مش مقتنع عنها شوكانت لا لا الكلام اللي تقال ما بينك وما بين مرت عارفك وقت اللي تستدرج فيك برشا تكتب على فيسبوك وقالوا ياسر وزي الكلام ياسر فيه قوه لا حول ولا قوه بورتو موجود اي معناتها هل كل موجود تقبلوا الدراما تقبلوا عين الدراما وما تنجح حاجه لما تبدا مجبوده من الرياليتي قد ما تقرب للرياليتي قد ما تكون قديش قربت من الرياليتي وانت تصور في حكايه كيما هكا قديش كنت قريب من الرياليتي قديش كنت قريب قداش كنت تقريبا مريم ما سي با انترفينير ديجا على باش نعقب على كلامك خاطر قلت ياسر المخرج دمرهم لو رول دان رياليزاتور دان اوتور او دان كوميديان سي دو معناها باش ياخو الهام من الواقع ويحاول يعطي منه اكثر صوره معناها اللي معناها كي لانتيروج اون دوتر تيرم اي جو بونس كو بون هو معناها لي زيفينمون كي سديرول في مكتوب 3 اي سون سيتوي افون لا ريفولوشن اي Et du coup, il a juste معناها, transmis des pratiques ou حاجات كان معمول بها في الزمن هذاك معناها مش هو دمرهم ولا كثر عليهم احنا حاولنا في اقرب صوره يظهر لي ممكن نكونوا حتى قصرنا خاطر ما نجموش نعرفوا بالضبط ايش صار في برشا عباد اللي هذايا ما ينجم يكون كان اكزومبل معناها ان فيلم تاع عباد كان ينجم يصير عليهم شيء هذاك انتم العائله انتم تمثلوا عائله من العائلات التونسيه اللي تحطموا بسبب انسان كابريس نتاع واحد ترابلسي وي ودوتر
ودوتر ودوتر باهي. الحلقه الاخرى الحلقه الاخرى اللي برشا ناس معناتها قالك ما فهمناش معناتها كان حلقه استناو وفين مسلسل سي وفيه هو سي بون سيليا وفيه enfin وفيه ça veut dire ça la saison est finie on sait pas peut-être que معناتها شنو نستنوا 360 يوم معناتها باش نستنوا حلقه اخرى. اذا كان هو يظهر لي حكايه امكانيات خاطر تبارك الله يظهر لي لي كومبيتونس سون لا en terme de 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 réalisateur de comédien et de technicien pour faire معناها un autre feuilleton en même بعد نجح احلى نهايه نجح احلى نهايه نجح احلى نهايه اللي شفته اليوم في التلفزه. لا كل شيء قاعد محلول. اي معناتها هل هذه هي انت ايش حبيتها معناتها كل شيء يقعد محلول؟ لان ماذا بيه كل شيء يقعد محلول. سي لا رياليتي. فما مكتوب اربعه ايش عندكم؟ مازلت ما سمعتش كان فما مكتوب اربعه في الكونترات. وش فما؟ ايش فما انت عندك؟ لا 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 علاش لا خاطر ثبت معاها انا. ثبت معها ثبت في الميكرو نجح في الكونترات زوج مطيع جدا مريم. فما موسم رابع ولا لا؟ والله كي يقول لنا المخرج كان عنده موسم رابع تو نقول لكم بور لو مومون. اش عندك في الكونترات؟ ما عندك تفضي روحك. لا ما فماش اكسكلوزيفيتي دون بروشين سيزون وما فماش ريان كي ستيبول اللي فما سيزون اخرى. باغ كونت جو سي كو اون ا ان بو بارلي مع سامي وكو سي سا مارش اي كو خاطر ما نحبوش نطيحوا زاده في التمطيط وفي الميوعه. النهايه اللي شفناها اليوم هي نهايه نتاع واحد يحب يعمل موسم رابع. هو par rapport même à d'autres saisons je pense que فما assez d'éléments dramatiques ou معناها مغزوله باش تنجم تكون فما سيزون رابعه متهيئلها معناها التصويره الاخرى التصويره الاخرى تصويرتك انت وانت تقتل في روحك بالسكينه اللي شريتها تقص في عروقك ومعناتها تصويره زاده فيها عنف فيها 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 قوه فيها ايموشن فيها فيها عنف انا كنت ديزيسبوار جو بونس ان فيت enfin فيها خضه معناتها فيها فيها نتصور امك قالت لك في الدار. والله ساعه دايوغ على ذكر امي سي نسلم عليها. ليه نسلم عليها برشا ساعه مدام سلوى بن شعبان. مدام سلوى نسلم عليك. هي مو ما ستار بريفيري اي ما بلو غراند ايدول معناها غراس على كي معناها جي بو اكومبليغ تو سكو جي اكومبليغ جوسكا اوجوردي. نبوسوها برشا هذه المقدمة. وعنقتني بصوت وقالت لي يا ربي وجهك خير يا بنيتي فوالا. اي بكيت اما بكيت قالت لي جوستومون سي اون غراند كريتيك راهو ما مير وقالت لي كومون جو بو سافوار كو تو ريوسي تون كو سي كا مومون دوني جوبلي كو تو ما في معناها ننسى اللي انت بنتي وقاعد نتفرج في حكايه قدامي دونك الحمد لله معناها جو بونس معناها كو سا ايتي ريوسي حسب ما فهمت من النص. ايه مت والا ما زلت حي. alors quand on se coupe les veines on meurt pas tout de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais, معناها d'ailleurs Hakina Fi, Hana Oussemi, où je le remercie parce qu'il m'avait bien dirigé, parce que j'ai fait plusieurs propositions معناها pour l'amour et tout ça. Et quand on se coupe les veines, en fait, on met facilement une demi-heure, une heure à avoir des coulées de sang. معناها d'ailleurs, quand dame yjri, معناها شوف انت تو شاكر باش يلقفوها لي سكور ولا لا. اش عندك نجاح؟ انت عندك الموسم الكل وانت موجود في بين اربع حيوط في الحبس تكلم في مرتك بالتليفون كليت شويه ترايح معناتها بالحق ترايح هذمك ولا كل شيء بالحق؟ بالحق ولا بالحق الضرب اللي كليته صحيح بالحق فما دي بروتيج على جنب وي tu avais des 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 كمان دي بروتيج على جنبك هاو مي تو سكي الفوق بالحق بالحق اه لا بالحق بور دو بون بالحق mais bon si je peux me permettre même si bon parce que on a bon, beaucoup on a Maria Ben Chaben نطق الرسمي باسم الرسمي parce que en fait je sais pas si tu es au courant mais j'ai fait un travail de répétition avec Hakim et avec d'autres comédiens pardon. Donc je suis un peu son coach c'est pour ça que je suis un peu une maman pour décaler حضرت نفسني للكفوف اللي باش ياخذهم لا justement انا ضد انه يصير شيء بالحق mais quand on est technicien انا مثلا كان جيت باش نعمل سين نتاع ضرب ومضروب راني عملتها تقنيا بالبلوف sauf que quand on n'est pas justement très très formé techniquement pour ce genre de bluff, on est amené à être un peu réaliste. Hakim, je veux qu'il simule comme d'autres comédiens. On a travaillé le travail de simulation avec dans un travail de préparation. Mais dans la précipitation, on a eu recours à un moment où on a dit qu'il a dit qu'il a dit donc c'était pas c'est mis d'ailleurs généralement تريحة بالحق دونك لا تريحة بالحق تريحة بالحق وتفهمنا فيها معناها وتفهمنا فيها انا راه تلمع عذبني نيجوسيت الكاشي نيجوسيت الكاشي على التريحة هذه ما انت فما اي اي